اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في حلقه جديده ومعلومات جديده من برنامج كونسلت لميديسن، وفي انتظار كل المكالمات اسئله استفسارات والرد عليها مباشره من السيد الدكتور الفاضل محمد سعد حامد استاذ السكر والغده الصماء كليه الطب جامعه عين شمس. اهلا وسهلا يا دكتور. استاذ حسام وعلى طول اهلا وسهلا. اهلا بيك. الحمد لله. الحلقه اللي فاتت بتاعت الفيسبوك اللي احنا عملناها سوا عامله مشاهده ما شاء الله دلوقتي عدت ال 4100. ده بصراحة المعلومات بتاع الحلقة اللي فاتت بتاع الفيسبوك يعني أنا بحسد المشاهدين والمرضى اللي سمعوا المعلومات المفيدة دي. هو كمان بس عايزين نقول إن الصفحة احنا عاملين صفحة تانية غير اللي هم فيها للأسف، معلش احنا في الأول عندنا كذا صفحة فالناس مشتتة بين الصفحات، فاحنا هنجمعهم إن شاء الله في صفحات حتى ما قلناش للكنترول. هو برضو يكتب مثلا ألف نقطة د نقطة محمد سعد هيطلع له الصفحة إن شاء الله. طيب. أو يكتب بالإنجليزي محمد سعد حامد. محمد سعد حامد بالإنجليزي تطلع برضه. هي تبقى صفحة واحدة. لازم أعمل لها لايك الأول طبعًا عشان بعد كده إحنا بنزيح عليها دايمًا زي ما حضرتك عارف. تمام. لأن هنفك الباقي كله بقى. تمام يعني ده كمان بحيث إن هي تبقى صفحة واحدة. نخليها حاجة واحدة عشان. لعدم التشتت للمشاهد. بالظبط. ده ممتاز جدًا جدًا. إن شاء الله. اللي إحنا برضه الحاجات اللي هي بمرضى السكر مش يعني مش قادرين يفهموها كويس، هو موضوع اللي هو يعني امتى بياخد علاج عشان هو وزنه صغير او ان هو وزنه بيبقى تخين، ده له علاج وده له علاج، وهي دي نقطة مهمة جدا جدا في بداية العلاج او في نهايته او تغييره. يعني عند حضرتك لو مريض مثلا سكره مظبوط ووزنه شوية صغيرة، تمام، ده احنا هنفضل نمشينه على علاج اللي هو ماشي عليه؟ لا، انا لازم اتفضل ناخد اول اتصال يا دكتور. اتفضل يا فندم. طيب اول اتصال استاذه سناء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ حسام؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي الدكتور معاك يا استاذه سناء. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا فندم. انا يا دكتور بنتي تعبانه بقالها فتره، كل ما تاكل حاجه ترجعها، فهي كان عندها مشكله كده وراحت عند الدكتور قال لها اعملي تحليل كورونا واعملي تحليل الجرثومه، جرثومه المعده. طيب والحمد لله هي يعني طلعت النتيجه سلبيه الحمد لله، بس هي لحد دلوقتي لسه المعده مش مرتاحه وبطنها تعبانه. يعني اعمل لها ايه بقى واوديها فين بالظبط؟ طب حاضر، سنها كام سنه؟ عندها 33. 33 سنه، متجوزه يعني ولا مش متجوزه؟ لا لسه ما اتجوزتش. حضرتك الدوره بتاعتها منتظمه؟ منتظمه. في الم في اعلى البطن؟ وفي قيء ولا بس غمام النفس؟ لا في قيء جامد، كل ما تاكل حاجه ترجعها. في اسهال او كده؟ مش كتير، فتره وفتره. وخدت ادويه وده لا مازال موجود؟ اخذت الادويه اللي هي البزمو والكبرايت. طيب بس ما جابش نتيجه. طيب عملت اشعه تلفزيونيه على البطن؟ يعني هي عملت يعني هتعملها بكره ان شاء الله، بس طيب. هي عملت طيب اعمليها وكلمينا كلمينا بعد ما تعمل بس الاشعه التلفزيونيه على البطن ان شاء الله، وكلمينا الاسبوع الجاي الف سلامه ان شاء الله. شكرا. شكرا يا استاذه سناء. وناخد الاتصال اللي بعده استاذه دعاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، اتفضلي. معلش انا دكتور كنت عامله عمليه المراره بقالي 3 شهور وشويه. ثلاث شهور؟ اتفضلي. دلوقتي بحس برضو ان معدتي وجعاني زي ما يكون في حاجه مكلكعه في النص كده، وزي ما يكون حاجه في ظهري كده برضو. لا بس ناخدها بالراحه. حضرتك جسمك خاسس بقى. وجسمك خاسس؟ انت حضرتك كان عندك الام في البطن قبل ما تعملي العمليه مظبوط؟ الالام دي كانت في فم المعده ولا في الناحيه اليمين؟ اللي كانت في المعده. طيب الالام اللي هي موجوده وكنت برجع وكان عندي جرثومه المعده وتعالجت منها. يا دي جرثومه المعده دي. طيب حضرتك انت المراره كان فيها حصوات؟ كان فيها حصوات بس بسيط. طيب اما شلت المراره اتحسنتي صح؟ نعم؟ نعم يا دكتور. أما شلت المرارة اتحسنتي؟
شفتها كانوا مصورينها كده على التليفون شفتها. يا فندم انا انت بتاخدي نص الكلام، اتحسنت بعد ما شلت المراره؟ اتحسنت ومنحت الترجيع. وبعدين الترجيع رجع تاني؟ لا ما رجعش. الالم رجع تاني؟ الالم رجع في معدتي بسيط، وزي ما يكون حاجه مكلكعه برده كده واقفه في معدتي، وزي ما يكون حاجه مخاط في زوري كده برده، بس مش اوقات على طول يعني. طيب اقفله هقول لك من التلفزيون. حاضر. شكرا استاذ دعاء، شكرا. يعني ومعنا في الانتظار الاستاذ ابراهيم. طيب حاضر. خلي الاستاذ ابراهيم ثانيه واحده بس عشان نقول لها حقها. تمام. هو احيانا بعد ما تعمل عمليه المراره الجراح وهو بيشتغل المراره دي لها رقبه، واخد بالك؟ فهو ما بيجي يربط الرقبه بيسيب حته كبيره من الرقبه جوه، يعني المفروض يشيلها من رقبتها، يعني ما يخليش رقبه موجوده، يشيل الراس بالرقبه، فبيسيب حته الرقبه بيشيل الجسم ورقبه، ما فيش راس الحقيقه. تمام. يعني انبوبه كده، وبعدين هي كسر المراري كده، واخد بال سيادتك؟ فالكسر المراري ده هو المفروض يجي من اخر الرقبه يشيل الرقبه مع الكسر المراري. فلو ساب حته من الرقبه كان فيها التهابات قبل كده. تعودها نفس الالام. ما زالت بتقص. او قريبه من الالام، بس تبقى قريبه بالبطن شويه. طب علاجها ايه دلوقتي؟ احنا هنعتبر ان اللي عندها ده اضطراب في يعني السائل المراري بعد شيل المراره. في دواء مش هيبقى مش هتلاقيه بسهوله، بس هنقوله اسمه كوليستيرامين. ده ممكن تاخد الباكو بعد الاكل مباشره او في وسط الاكل. ده بواكي يا فندم بتضرب في ميه، وهتجيب الدواء ده من شركه اللي هو الشكاوى اللي موجوده، اللي ما اعرفش غيرنا اللي في القاهره يعني، اللي فرانسيس شكاوى الادويه. تمام. كوليستيرامين في نص الاكل، لو ما لقيتهوش و90% مش هتلاقيه، هناخد حاجه اسمها هيستاك 300 ملي جرام، حبايه قبل الفطار وحبايه قبل العشاء. كنترول بيرو صيدليه الاسعاف. صيدليه الاسعاف، ايوه اللي هي موجوده. وبعدين تعاود اتصلي بيه، لان الموضوع بتاعك ده عاوز يعني تدقيق اكتر يعني. تمام. طيب ناخد الاتصال اللي بعده استاذ ابراهيم، وبعديها استاذه ولاء. استاذ ابراهيم سلام عليكم. طب دخل ولاء بقى. طيب حظك حلو يا ولاء. استاذه ولاء سلام عليكم. ايوه سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت اكلم الدكتور. اتفضلي يا استاذه ولاء، الدكتور معاكي. لو سمحت يا دكتور، انا شايله المراره وعامله تسليك قناه مراريه من 4 سنين. وعامله ايه؟ تسليك قناه مراريه. طب ثواني، هو انت حضرتك كان نزل فيها حصوات القناه المراريه؟ ايوه كان نزل فيها حصوات وعملت له الصفره. جميل، صفره وسخونيه ورعشه وفيلم طويل. ايوه ايوه. طيب وبعدين؟ وبعدين يا دكتور كانت معدتي اصلا بتوجعني ايام المراره، بعد كده وجعتني جامد برده، بعدها برده لسه اعاني من معدتي ان هي تعبانه على طول برد. عملت مناظير منزرعه القولون ومنزرعه المعده، طلعت التهابات في معدتي والتهابات في القولون. بعد كده جنب الشمال كان جنب اليمين بيوجعني، بعد كده جنب الشمال ما بيصحاش على طول، المقمره بتسيب استمرار، كل ما اروح للدكتور يقول لي انت عندك القولون العصبي. تحت من عند تحت باطي كده بحس ان في وجع جامد في الجلد ذات نفسه، بس تحت عينيه بيوجعني جامد، كل ما اروح للدكتور يقول احنا ما خدناهاش دي في الطب. يقول لي تاني اللي ما خدوهاش في الطب دي، قولها لي تاني. بيقول لي حاجه من تحت الباطي. الصوت باظ قوي. هو ايه الصوت باظ قوي؟ انا يا استاذه ولاء غيري المكان. نعم. غيري بس المكان واظبطي التليفون بس كده عشان نسمع الدكتور يسمع انت بتقولي ايه. ايوه كده كويس قوي. انا من تحت الباط كده يا دكتور جسمي بيوجعني، من عند صدري كده بتك عليه حاجات بتوجعني كده، ما اعرفش ايه اللي بيوجعني. ده مد ضرب في ظهري من ورا من الناحيه الشمال ومغص على طول في جنب الشمال. انت سريعه قوي، انا لسه هسال حضرتك. انت بتقولي تحت باطك اليمين ولا الشمال؟ الشمال يا دكتور. بس كتر خيرك، حتى من غير يا دكتور، الشمال. كلمه واحده. واحد اتنين، وزن حضرتك كم كيلو؟ 86. برافو عليكي. طيب اما باطك اللي هي الفولد، يعني بالعربي الفولد اللي هو حته الدهنه اللي موجوده قدام كده، ما تمسكها تقلمك؟ لا يا دكتور. ايوه مكان ما انت بتشاور كده، دي اللي بتوجعني الحته دي. بتوجعني جامد كده، نازله على صدري كده، على صدرك من قدام. أيوة. كده. ايوه. طيب مع حركه الايد الالم ده بيجي ولا من غير علاقه؟ لا يا دكتور. لا
يعني الدهن اللي بيوجعك صح؟ اه. طيب ما ده موجود في الطب يعني. نعم؟ ايه؟ ده موجود في الطب، جايبين الكلام ده منين؟ ماشي. ده قولي لي ما خدناش في الطب ديت وجنبي كمان، عايزك تقول لي حاجة يا دكتور. النسيج الدهني ساعات بيبقى فيه التهابات وهو بيعمل الكلام ده عادي. طيب اقفلي وهكلمك، بس موضوعك مش هينفع يتقال كله مره واحده، يا اما الحلقه كلها هنديها لسيادتك. اقفلي طيب حضرتك. شكرا استاذه ولاء، والحاجه نعمه خليكي معانا بس. اه ناخد حته حته بس، اتفضل. الاستفاضه كتيره اصل هي يعني كتاب مفتوح يعني، ناخد حته حته يعني، مش لازم مره واحده يعني. انا على قد ما نقدر. اه الالم ده ممكن تجيب مرهم اسمه كينا كورت، تدهن بيه الصبح وبالليل لمده 15 يوم. كينا كورت بس في المكان ده، وتتصل بينا بعد 15 يوم ان شاء الله. ماشي. انا مش عاوز ادي ادويه غاليه يعني. طيب الاتصال اللي بعده من الاسكندريه، الحاجه نعمه. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا استاذ حسين؟ الحمد لله الحمد لله. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي اتفضلي يا حاجه نعمه اتفضلي. ايوه دكتور محمد، انا عندي السكر لسه مخلينا سكر صايم وتراكمي، الصايم 118 والتراكمي 6. طيب كويس. فانا باخد له دلوقتي امريل 3 قبل ما احلل، انا ماشي على امريل 3، وحضرتك قلت لي خد السيتوفاج مره بعد الغدا. وخدتي؟ خدت اه ماشي على العلاج. فانا دلوقتي ده قول لي اقلل من الامريل ولا انت وزنك كم؟ وزنك كم كيلو؟ انا 85. وطولك قد ايه؟ 156. اه لو عايزين نخس شويه هتعملي حاجتين، هتقللي الاكل شويه وخدي الامريل 2 مللي. ايوه. لكن لو احنا عايزين وزنك يفضل زي ما هو هتفضل على نفس العلاج، وطبعا لما نخس 5 كيلو افضل. سنك كام سنه؟ انا 53 يا دكتور. يبقى نخس افضل. يلا الف سلامه. شكرا. أيوه. شكرا يا حاجه نعمه. الاتصال اللي بعده ام فارس، السلام عليكم. اهلا بك يا دكتور. اهلا بيك. الحمد لله اتفضلي. معلش كنت عايز اسالك بس في حاجه، انا عندي حاجه رجلي اليمين ده. لا استني شويه لما شويه من النوم او لو قعدت وقمت بيوجع والم جامد قوي في رجلي. لا استني بالراحه يعني، احنا مش انت سامعها يا بيه؟ يا دكتور. لا اللي هي التليفون بعيد عنها. اتكلمي بالراحه وشوفي مكان تاني التليفون عشان يكون الصوت يجي لصوتك. بقول لحضرتك انا عندي كعب رجلي اليمين. كعب رجلك اليمين، اوكي. اه لما ابدا قاعده في الارض شويه او نايمه او صاحيه من النوم ما بقدرش اتصل عليه. طيب يعني طول ما انت نايمه مفيش مشكله، اما تيجي تقفي ما تقدريش تدوس عليه صح؟ لما بمشي كتير برضه مفيش مشكله، المشكله كلها لما ببقى نايمه او لو قعدت كتير، انا بحكم شغلي ببقى قاعده كتير، انا باجي اقوم كده ما بقدرش ادوس عليه. طيب موضع الالم فين بتاع رجلك اليمين؟ في كعب رجلي يا دكتور، كعب رجلي بالظبط. الملامس للارض ولا الكعب من ورا؟ لا لا الملامس للارض يا دكتور، الملامس للأرض. طيب هنحتاج نعمل اشعه عاديه، الفيلم ما يزيدش على 15 جنيه ولا حاجه 20 جنيه. تعمليه عشان بيبقى فيه هنا شوكه عظميه. سن كام سنه؟ انا 40 سنه يا دكتور. طيب الف سلامه، اتفضلي تسمع من التلفزيون. شكرا شكرا ام فارس. هو احنا ممكن ندي الاول علاج، فممكن ندي مثلا زي لوريك 300 ملي جرام كل يوم حبايه، ده لو هو اليوريك اسيد اللي بيعمل كده. في حاله ان مش هتكون يوريك اسيد ما خفتش عليه بعدها ب 10 15 يوم، تبدا حضرتك تعمل الاشعه اللي انا قلت عليها، تقول له عشان الشوكه العظميه بتاع الاشعه فيلم كده هيبقى 15 20 جنيه يعني. طبعًا. وتبلغنا وتتصل تاني بس تاخد الزيلورك من دلوقتي 300 ملي جرام حبايه كل يوم قبل الفطار بنص ساعه كده مع كوبايه ميه. تمام. ناخد الاتصال اللي بعده. استاذ احلام السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور انا عندي الانيميا ما تصبحش عن 9.3 بالراحه عليا. بتقولي ايه؟ ماشي. الانيميا عندي ما بتطلعش عن 9.3. سنك كام سنة؟ 50. حضرتك يعني انت وانت عندك 30 سنة كانت بتطلع 9.3؟ لا انا ما حللتش غير بعد ما يعني من سنتين. طيب. كده ولا حاجة. طيب ليه حللت طيب؟ يعني عشان متابعة طبعا، كنت خدت علاج الفيروس. طب خلاص خلاص يعني اذا انت ما عندكيش اعراض. لا الحمد لله. طب ايه اللي مزعلك؟ مش بتطلع ما زي ما تطلع، جسمك متعود عليها وزي الفل. يعني اللي بتنهاجي بتنهاجي وانت بتنهاجي وانت طالعه السلم؟ اه. طب يبقى عندك اعراض، امال بتقولي ما عنديش اعراض ليه؟ عارف انت اقول لك ما عنديش حاجه وبعدين تسال تلاقي كل حاجه موجوده. انا ولا يهمك. بنتعلم من بعض. يعني انت حضرتك في رفرفه في القلب؟ ما انا خدت يا دكتور برافوتين وخدت فيتامينات.
ما هو انت الحديد ده عشان اولا انا اديك حديد كده مني النفس ده غلط. لا ده بإشارة الدكتور. ما انا فاهم، هو انا هو غلطان برضه. ليه؟ طب اعمل ايه؟ هو انا اللي يعني هغلط هو اللي صح؟ هو اللي قاعد قدامك ايه ميكانيكي؟ لا 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 لازم تقول هو دكتور. على راسي يا دكتور، انت على راسي والله. بهزر معاكي بهزر معاكي. قولي لحضرتك، هقول مع احترامنا للميكانيكيه، ما هم بيبهدلوا الدنيا برضه. طبعا. لانه بيشتغلوا غلط اساسا. بص يا ست الكل اتفضلي اقفلي وهتكلم في التليفون. شكرا يا استاذ احلام، شكرا، خليكي مع الدكتور. هو دلوقتي حضرتك موضوع الانيميا ده المفروض نحتاط منه كتير. الدكاتره ساعات بتندفع وتعتبر ان الانيميا كلها ناقصها نقص حديد. تمام. وهم كان لهم حق، بس الكلام ده في الثلاثينات والاربعينات والخمسينات والستينات والسبعينات ويمكن الثمانينات. لكن دلوقتي بقى ان كيلو اللحمه بقى زي الطعميه والفول، فالناس بقت تاكل لحوم. والحديد عادة موجود في اللحوم الحمراء مش في لحوم الدواجن، يعني طيب. لحوم الجاموسي والبقري والكلام ده، واخد بال سيادتك؟ واللحوم بقت متوفرة الحقيقة، ده حق ربنا يعني. بس ده يعني لما بيبقى فيه إفراط في الأكل. في الموضوع. يعني إفراط؟ لما يعني ياكلوا لحوم كتير مثلا. علاقته يعني. ما كويس إن ياكل كده عشان ياكل حديد كتير، يعني إيه الزعل؟ والحديد بتاع اللحوم أو الكبدة بيمتص مباشرة، مش محتاج هضم. تمام. جميل. لكن بتاع الحديد اللي هو الموجود فيه مثلا في الرمان، موجود مثلا في البتاع الناس السبانخ، موجود في اي حاجه، ده بياخد مجهود على ما يتهضم، لانه بيكون حديد ماسك في مركبات معقده محتاج ان هو يفك. تمام. طيب القصه دي ليه؟ عايز اقول ان نقص الحديد في السيدات عاده يكون سببه زياده في كميه الدم بتاع الدوره، عاده 99 او 98 او 80% زيادة. تمام. الدورة بدل ما الست بتنزل كمية دم على 3-4 أيام بتنزل ضعفها، فيجي لها نقص الحديد. لكن نقص الحديد عشان إن أخذ الحديد الكلام ده بطل، مش قوي كان موجود زمان. تمام. طيب هل كل واحد يجي له أنيميا أدي له حديد؟ في خطورة، يعني مش مجرد إن نسبة الهيموجلوبين تبقى 9.3 زي ما بتقول أروح مديها حديد، لأن في أسباب أخرى. علاج الحديد لو خدته هو ما كانش هو السبب، يعمل تسمم في الكبد ويعمل ترسبات في الكبد ويعمل ترسبات في الطحال ويمكن ترسبات في حتة اهم من كده كمان. فمن هنا انا شايف ان انت هتعملي، انت خلاص نسبة الهيموجلوبين عندك 9.3، هتعمل نسبة حديد في الدم، نسبة الفريتين، نسبة حاجة اسمها توتال ايرن بايد الكباستي. الحلقة تمام. بتتعاد موجودة على اليوتيوب، سجل اللي احنا قلناه ده وتروح للمعمل تعمله وتبلغه. طيب احنا معنا دلوقتي ام ادم واستاذة سعاد، ناخد ام ادم الاول من اسيوط. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بك يا فندم. الحمد لله. ازي حضرتك؟ احنا من اسيوط يا فندم. اهلا بك يا فندم. اولا انا بشكر القناه وكل القصص اللي مع حضرتك، وبصراحه احنا على طول على القناه دي والله. بارك الله فيك. الله يخليك يا دكتور. دلوقتي انا يا دكتور معدتي الماني خالص وما باكلش اصلا كتير، واول ما باكل مسبك تلاقيني عايزه لمغزه يبقى فيه ايه وكده وارجع. سنك كام سنه؟ في ظهري من ورا، معدتي في ظهري من ورا. سنك كام سنه؟ عندي 34 سنه. متجوزه؟ متجوزه، معي 3 عيال. طيب الدوره منتظمه؟ نعم. الدوره منتظمه؟ لا حضرتك، انا باخد انا بتاعت 3 اشهر فما بتجيناش خالص اصلا. طيب احنا بقى دلوقتي حضرتك عملت قبل كده اشعه على البطن ولا ما عملتيش تلفزيونيه؟ لا ما عملتش يا فندم. طب انت قلت اما بتاكلي حاجه دسمه هي اللي بتتعبك، ولا انا سمعت غلط؟ يعني انا اول ما اكل حتى لو اكلت مثلا لو خيار اكلته برضو بيوجع معدتي جدا. والالم بتقولي بتحسيه انه في ظهرك يعني ورا المعده من ورا صح؟ مسمع لورا في ظهري زي يكون سكينه رايحه جايه كده. طب اعملي الاشعه الاول، اقفلي الاول وانا هقول لك هنفكر. شكرا يا ام ادم. يعني هو حكايه ان الالم ده يبقى ورا يا حسام لازم نخلي بالنا كويس قوي من البنكرياس. تمام. لان البنكرياس الامه بتكون يعني خلف المريض، ولذلك حتى المريض يفضل انه يكون نايم للامام يعني متني للقدام، ويكون انه له علاقه بالعلاقه مباشره بالاكل، لان في العصاره البنكرياسيه بتطلع، فمن هنا ممكن تكون بتتكون جوه البنكرياس. طبعا بحط حاجه احتمالها 5%. قصدك يا دكتور يعني نايم منحني؟ اي يبقى عامل كده. واخد بالك؟ اللي يكون عنده التهاب في البنكرياس. البنكرياس له درجات التهابات، في التهابات حاده، في التهابات متوسطه، التهابات متقدمه.
فانا رايي ان هي توقف الحقنه اللي هي بتاخدها حبوب برع الحمل دي اللي هي برنامج الحمل عشان ده هرمونات، وتاخد مثلا تركب اللوب او الديفايس او كده يعني اللوب الناس حافظاها اللي هو بيسموه اللولب اللولب لو امكن، لو ما كانش عندها حاجه ممنوعه يعني، وتعمل لي اشعه تلفزيونيه على البطن عند حد شاطر، وتكون صايمه قبلها ب 12 ساعه. الف سلامه. تمام. استاذ سعد معنا ولا؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام. ام ملك اكلم؟ لا استاذ سعد اتفضلي. يا استاذ سعد اتفضلي. يا استاذ سعد انا عندي الشغل. اصل استنى الاستاذ حسام بيشوف بياخد سطر ويسيب سطر. عنده اتنين فبدا في الجديد. لا هي الهسه كانت من عندهم المره دي. انت عندك اربع خطوط بقى ولا خمس خطوط؟ بقول لك ايه، هجيب لك بقى واحد جنبك هنا يقعد يكتب يبقى المساعد. يعني انت لو عندك اربع خطوط، احنا عندنا خطين يتيمين، خط بتاع القناه وخط احنا جايبينه. مش احنا جايبينه معانا واحنا جايين؟ طبعا. طيب في دلوقتي. طب دلوقتي لو عندك اربع خطوط، الاربعه هتاخد الجديد وتسيب الثلاثه القدام؟ اتفضلي يا فندم. الكنترول شايل الحمل كله. انا بس بهدي النفوس. اتفضلي. اهلا. اتفضلي يا استاذه سعاد. ايوه عايز اكلم الدكتور. معاكي اتفضلي. انا عندي السكر بقالي الوقت 15 سنه. ألف سلامة. فبتنا مني وجوته في نفس الوقت مع بعض. بتقول إيه يا فندم؟ هو الأسنان أخبارها إيه؟ السكر عامل حاجة في الأسنان؟ لا غير المكان أحسن، التليفون صعب شوية يا فندم. أستاذة سعاد، أستاذة سعاد لو سمحتي بس غيري مكانك كده وظبطي التليفون عشان الدكتور يسمعك كويس. ألو. أيوه كده. ايوه صح. انا ما عنديش اسنان. يعني الاسنان وقعت مشكله؟ انا خلعت اسنان كله. بتقول ايه؟ يعني دلوقتي اي حاجه باخدها بتعمل لي حاجتين. بتقول ايه؟ باخد اي علاج. اي حاجه بتاخدها بتعمل لها حساسيه. لا ابعدي ابعدي عن المكان، انا مش سامع حاجه. ما عندهاش اسنان. والاسنان وقعت من السكر مش كده؟ السكر باين وجوته مني في نفس الوقت. ما هو باين على الكلام، احنا مش قادرين نتفهمه قوي يعني. خد بال حضرتك. فاني اي حاجه اي علاج باخده بيعمل لي حساسيه، مش عارف اعمل ايه بقى. طيب تقصدي اي علاج للسكر ولا اي علاج بوجه عام؟ اي علاج لاي وجه عام. طب قولي لي يعني انت بتاخدي ايه علاج للسكر دلوقتي؟ باخد انسولين. انسولين بيعمل لك حساسيه الانسولين؟ لا. لكن اي حبوب تعمل لك حساسيه مظبوط؟ طيب احنا هناخد حاجه اسمها تفاجيل حبايه بالليل لمده 15 يوم، وخدي اي دواء ان شاء الله مش هيعمل لك الحساسيه. الف سلامه. شكرا شكرا استاذه سعاد. ناخد التليفون اللي بعده. ام ملك السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت اكلم الدكتور. اتفضلي اتفضلي يا ام ملك. انا معدتي بتوجعني على طول يا دكتور، وعندي والقولون تعب. كل ما اروح لدكتور يقول لي عندك القولون العصبي على طول الناحيه الشمال تعباني، فاخدت جميع الادويه للقولون فبرضه لسه الوجع مستمر ببطن في الناحيه الشمال. له علاقه بالاكل ولا ملوش علاقه بالاكل؟ لا ملوش علاقه بالاكل. يعني موجود ليل ونهار ليل ونهار؟ يعني بيروح مثلا ربع ساعه يجي ساعه يروح كده يعني، على بس باستمرار طول الوقت ما بيروحش. سن كام سنه؟ سن كم سنة؟ أم ملك 33. 33 سنة. ومتجوزة ولا مش متجوزة؟ متجوزة. طيب اقفلي وأنا هقول لحضرتك العلاج تاخده إزاي. هي بص حضرتك، أحيانا الدكاترة بتنسى حاجة مهمة قوي، إن معروف إن الزبادي حلو للقولون على فكرة. تمام بيهدي البطن. لا القولون هو مش حلو قوي للمعدة. الحلو للمعدة اللبن. الحليب يعني. اما الحلو القولون الزبادي. الزبادي ساعات الزبادي اللي هو حامضي يعني اتساب شويه او كده يتعب المعده لانه بقى حمضي. تمام. لكن اللبن قلوي. معلش حلو انت كنت انا كنت انت كنت ادبي علوم مش كده؟ انا كنت ادبي في ثانوي وبعد كده دخلت محاسب. طب وبعدين هنعمل ايه بقى؟ يعني ماسك الاثنين. يعني ايه الفرق بين القلوي والحمضي؟ الحمض ده اللي يعني الليمون زي ما تقول يعني بيهرف البطن شويه. لا هو الحمض زي ماشي الحمض الهيدروكلوريك او الكلام ده فده حمض. القلوي يريح المعده. الحمض احيانا يتعب المعده.
فانت دلوقتي يا ست الكل هتحاولي تبعدي عن منتجات الالبان كلها، يعني سواء الحليب او سواء جبنه او سواء زبادي او اي حاجه، لان احيانا بيكون القولون نفسه فيه حساسيه لمنتجات الالبان فانا استبعدها. ما ناكلش اي حاجه فيها يعني عارف انت حبيبات، زي دلوقتي الجوافه مثلا، الرمان، فيها حبيبات حتى طبعا، عنب، العنب، العنب هتطلع البذر بقى، معلش البطيخ ببذره حلو، واخد بال حضرتك؟ فنبعد عن دي، يعني ناكل اكل خفيف، شويه الرز، المكرونه، البطاطس، مش عارف ايه. الاكل ده مهم جدا طبعا، الحادق والحراق والمسبك، شوف انا قلت لهم على طول حادق والحراق والمسبك، دول نبعد عنهم. مهم. تمام. هناخد حاجه اسمها دوجماتيل 50 مللي جرام، حبايه قبل الاكل مرتين في اليوم، قبل الاكل بنص ساعه مرتين في اليوم. الدوجماتيل ده 90% هيحسنك ان شاء الله، بس خديه استمر عليه 3 أسابيع على الاقل قبل ما يجيب نتيجه، ونشوف الوضع ان شاء الله وكلمينا تاني. تمام. الاتصال اللي بعده ام يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام، ازاي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا كنت عايزه بس اتواصل مع الدكتور، زائد ان انا كنت عايزه. اتفضلي يا ام يوسف، الدكتور معاك. انا عندي السكر بقالي 7 سنين. نعم. وكنت باخد كولكوفاج اكسترا 1000 لمده 7 سنين، ما كنتش حاسه ان انا عندي السكر خالص في الوقت ده. طيب بس وبعدين بعد الفتره ديت الدكتور بتاعي غير لي العلاج وكتب لي مالتوفيكس دوت، قال لي هو بيشتغل عن طريق كلى. بكم ثمنه؟ بكم ثمنه؟ فندم ثمنه قد ايه؟ فلوس سعره العلاج ولا العلاج؟ جديد اللي هو 170 جنيه العلبه. والجلوكوفاج كان بكام يا وسيدو فاش كان بكام؟ الجلوكوفاج طبعا انا كنت، هو قال لي لان هو غيره لي، مش يعني انا سكري عالي ضرب مره واحده، عشان كده هو غيره لي. وزنك كم كيلو دلوقتي؟ انا وزني 85 كيلو، كان 96 بقى 85. طيب السكر اتظبط الحمد لله دلوقتي كويس؟ لا والله، ما انا بقى دلوقتي تليفوني لحضرتك علشان السكر نزل 200 250. هو كان كام قبل 250 كان كام؟ انا مرضت ظروف كده شويه، كانت والدتي توفت وصل 400. ما هو جدتك توفت وصل 400، بس انت خدت العلاج على طول بعد ما توفت ولا بعدها بشهر؟ لا لا ده بعدها بفتره كمان. طيب يعني السكر ما خدش والدها متوفيه بقى، يعني ربنا بينسي. لا والله كان برضو يا دكتور كنت مطنشه ان انا اروح للدكتور، بس كنت حاسه باعراض وحشه جدا بتجيلي يعني. طيب يعني انت من 400 نزل بقى 250 مظبوط؟ 200 دلوقتي 200 250. وبتاخدي العلاج الجديد فقط حبايه في اليوم، والتاني ما وقفتيه الجلوكوفاج وقفتيه؟ هو قال لي قيس السكر بالليل، لو لقيتيه عدى 220 تاخدي واحده جلوكوفاج بالليل. لا استمري على الجلوكوفاج 1000 حبايه قبل الغداء وحبايه قبل العشاء مع الدواء الثاني، والف سلامه. شكرا يا يوسف. شكرا. بعد 3 أسابيع تحلل تاني صايم وبعد الاكل بساعتين معاخد العلاج هتلاقي الدنيا بقى كويسه بامر الله. دكتور محمد استاذنك نطلع فاصل. اتفضل. اعزائي المشاهدين فاصل ونواصل. أعزائي المشاهدين ورجعنا مرة تانية بعد الفاصل. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا بك مرة تانية. نقول لهم برضو على الـ على الـ على البث يوم الاثنين إن شاء الله الساعة 9 مساء. تمام. بس الصفحة الجديدة هي اللي هتشتغل، والتانيين هيشتغلوا برضو، بس عايزين نحول على الجديدة بقى اللي هي اللي هو ألف نقطة دال نقطة. أيوه محمد سعد. محمد حامد. سعد حامد بالإنجليزي. لا بالعربي. بالعربي؟ بقى. طب خلاص ممكن بالإنجليزي أكتر محمد سعد حامد. تمام. مش عارف السبيلنج، هو هيحطوها دلوقتي، أنا بعتها لصاحب حميد. خلاص ده على الفيسبوك. على الفيسبوك. على الفيسبوك. طيب اوكي ناخد الاستاذ رجب. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حاج رجب، نورتنا. ازيك يا دكتور محمد؟ اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب بارك الله فيك. انت طيب. اتقطع الخط ولا ايه؟ اتفضل معانا يا حاج رجب. تقريبا الخط قطع. طيب احنا احنا كنا بنتكلم يا دكتور محمد على البث المباشر على الفيسبوك كل يوم اثنين ان شاء الله من 9 ل 10. من 9 ل 10 وفي كذا مكان احنا عاوزين بقى يعني نصغرهم كده ونخليهم مكان واحد ان شاء الله، فهناخد وقت شويه. تمام. وعلى مهلنا يعني مش مستعجلين. طيب ناخد الاستاذه نورهان من المنوفيه.
السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الدكتور معاك يا استاذ نورهان. ماشي حضرتك يا دكتور. نعم. عندي 26 سنه شاطره ومخلفه 3 عيال كيسار وكده، بس جت لي بقى في يعني ايه على العيل معايا جه 6 شهور بس إيه؟ من قبل ما هو ما يجي اصلا بيجي له دوخه كده كتير، على طول بيجي له دوخه برقبتي من ورا. من امتى؟ نعم يا دكتور. الدوخه دي من امتى؟ لا الدوخه دي على طول مستمره، وكانت جايه لي من يومين، ما كنتش بقدر اتحرك خالص ومغص ورقبتي من ورا كده بتوجعني وجع شديد قوي، بس الدوخه على طول مستمره. الدوخه لها علاقه بالحركه؟ لا 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 لا، ده هي ساعات بتيجي لوحدها كده فجاه واحده، بقى يعني مثلا قاعده والاقي ان هي وهم بص كده الاقي دوخه مره واحده، حتى عملت نظر كويس. طب ثواني بس. ثواني. نعم يا دكتور. الدنيا بتلف بيكي ولا انت اللي بتلفي؟ حاسه ان يعني دوران ولا دماغك مش مظبوطه؟ لا لا ده انا بحس ان انا بشوف مثلا لو انا شايفه الباب دي بحس ان الباب دي فوق في السقف، يعني دوخه شديده. ولا تشوف الباب اتنين بابين؟ لا الباب لا 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 بحس فوق، يعني لما بيجي لي دوخه شديده بحس ان انا مش قادره اقوم من مكاني ذات نفسي. طيب قست الضغط وقتها او السكر؟ لا ضغط وسكر تمام، مفيش ما عنديش الكلام ده خالص. اثناء اسمعي اثناء ما الدوخه بتجيلك، طب ضغطك كام الطبيعي اللي انت بتسيه عادي كده يطلع كام؟ ضغط مش فاكره والله، يبقى كويس يعني بتقول 70 على حاجه، بس هو على طول كويس. ما عنديش يعني حاجه اسمها كويس دي، انا عايز رقم. طب انا مش والله انا فكره يعني هو يعني 170 مثلا 110 على 70 مثلا. يعني هو بيبقى اللي انا قيسه كده جوه على طول تقول له مظبوط. وزنك كم كيلو؟ وزنك كم كيلو؟ وزني 74. وطولك؟ وطولي 157. يعني مليانه شويه. مليانه شويه بس بقول الكيساني بس على طول. الدوره منتظمه؟ الدوره منتظمه؟ لا الدوره لا، ما يعني ما جاتليش بقى من ساعه ما برضع الواد دي على نضيف يعني. بقى لك قد ايه بترضعي؟ 6 شهور. بس اللي من قبل ما معلش يا دكتور، بس قبل ما اخلف وهي الدوخه دي بتجيلي اصلا يعني على طول مستمره يعني. انا فاهم والله، انا قلت انا داخل عشان اشوف الوضع ايه. عرفت نسبه الهيموجلوبين بتاعتك كام؟ بتقول يا دكتور معلش. طيب خدت ادويه ايه للدوخه؟ والله خدت اللي هي النقط كده مش عارفه اسمها، كورترول حاجه زي كده. لا ده عشان ارفع لك الضغط، كوتيسور. فكرتينا بأيام المستوصفات. عارف كنت بكتبه سنة كام ده؟ سنة 82. يا 1982 ولسه موجود لغاية دلوقتي؟ ما ده شغل الأرياف أصلا. ومعلش يا دكتور. على الميكروباظات. أحلى شغل. ومعلش يا دكتور سؤال بس تاني. لا استنى سلمت هنا، استنى يا أستاذة. نعم. الكوتيسور بنديه أما يكون الضغط منخفض. انت ضغطك منخفض؟ لا لا هو مظبوط بس انا مش كفايه عليكي كده بقى، احنا بس هنعمل لك الدوخه. معلش يا دكتور بس ثانيه واحده، اللي الرقبه من عند الرقبه من تحت الدماغ خالص ديت بتوجع، هل انا في مخ واعصاب ولا هي ممكن الرقبه ممكن الرقبه تجيب دوخه فعلا. بس ممكن اروح مخ واعصاب ولا عظام؟ طيب خلاص اقفلي بقى، شكرا جدا. شكرا شكرا استاذ نوران، خليكي مع الدكتور. لا مش محتاجه، انا مخ واعصاب ولا حاجه. وعم رجب رجع تاني. طب حاضر بس هرد عليها. طيب هي دلوقتي حضرتك من ضمن اسباب الدوخه اللي موجوده او الدوار في اسباب متعدده، في اسباب عامه واسباب خاصه. الاسباب العامه مثلا انيميا مثلا، السكر، انخفاض الضغط او ارتفاع الضغط، ممكن مثلا حاجه تاثر على الكبد، حاجه مأثره على الكليتين، وظائف اقصد وظائف إيه؟ ممكن احيانا التهابات ويصحبها بنسميه الماليز، او يعني يحس انه مريض في حد ذاته، او ارتفاع درجه الحراره. دي امور عامه ممكن تعمل بعض خلل هرموني يعمل هذا الدوار. في حاجات تقتبر موضوعيه او قريبه من الموضوعيه زي النظر اللي هي عملته، زي السمع، التهاب في الاذن الوسطى، التهابات محدده حوالين الراس والجمجمه وكده، الشد العضلي اللي في الرقبه او الغضاريف بتاعت الرقبه نفسها. تمام. ده يعني بوجه عام. الاسنان ايضا ممكن تعمل صداع بس مش اكتر دوخه. فهي دلوقتي هتعمل اشعه عاديه رخيصه، ممكن مثلا الفيلم ب 15 20 جنيه
على الفقرات العنقية، أمامي خلفي وجانبي. أما تطلع هذه الفقرات العنقية حيبان هل في تشنج في عضلات الرقبة. لو في تشنج في عضلات الرقبة يبقى هندي حاجة بسيطة جدا وتتحسن. لو في هناك تآكل في الفقرات أو حاجة في سن 33 سنة وده غير وارد قوي، فبرضو هيبقى له علاج طبيعي أو ما إلى ذلك وبعض الأدوية المسكرة. في الفترة من هنا لحد ما تعمل الحاجات دي هتاخد دواء اسمه بيتا سيرك. تمام. البيتا سيرك ده هتاخد منه حباية 8 ملي جرام، حباية مرتين أو ثلاث مرات في اليوم. من أول حباية المفروض تتحسن إن شاء الله. في أدوية أقوى منها بس لها أثار جانبية أكثر من البيتا سيرك إن شاء الله. ممتاز ممتاز. نرجع تاني لعم رجب. السلام عليكم عم رجب. سلام الله عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بحييك وبحيي الدكتور وكل سنة وانتم طيبين. الله يحييك. مناسبة طيب. حبيب المصطفى. اللهم امين. الصلاة والسلام. وتحياتي للإعداد ومشاهدينكم. أهلا بيك. تفضل عم رجب. يا دكتور معايا واحدة جارتي من النوع اللي بيخاف. هي أي كلكوعة في الثدي يبقى ورم سرطاني ولا أطممها قروح يكشف في مكان اطمئني. لا عيد تاني لأن هي بتقول عند واحدة على طول بتخاف. أي ورم بيجي في الثدي وبيخاف إن هو يكون سرطان يعني. وما رضيتش تروح تكشف. ما ترضيش تروح تكشف. سنها كم سنة؟ سنها حوالي كام 40 كده 42 43. طب الورم اللي في الثدي ده في الثدي اليمين ولا الشمال؟ في الشمال كلكيع كلكوعة صغيرة. بقالها قد إيه الكلكيع دي؟ ليها يمكن بتاع 5-6 شهور. كلكيع كتير ولا كلكوعة واحدة؟ كلكوعة واحدة بس. طيب اتفضل اقفل وأنا هقول لحضرتك تعمل إيه. شكرا عم رجب. شكرا. ومعنا استاذ محمد ينتظر. حاضر. يعني احنا دلوقتي اي حاجه موجوده في الصدر بناخدها بمحمل الجد، ولكن مش معنى ان موجود يبقى كله سرطاني. اكيد. يعني اقل من 5% الكلاكيع دي تكون اورام غير حميده يعني خبيثه. فبالتالي لازم نطمن كويس. في اشعه اسمها الماموجرام او اشعه الثدي بيعملوها كده زي الاشعه التلفزيونيه او اشعه عاديه حتى، بس الماموجرام بتتحط بطريقه معينه بتبين وبتفرق بين دي ودي، هو تحليل واحد بس وتقول لنا نتيجته ايه. بعد كده في تحاليل دم احيانا نعملها او الدكتور لو فحصها اللي عندها يبقى اسهل. لكن لو هي اكتر من 5 شهور وكده الحقيقه برضو انها تبقى سرطانيه اكتر من 5 شهور ادام ما بتسدش في الحجم وحجمها صغير ما بتغيرش في الحجم ومفيش تحت الباط اللي هو ناحيه الصدر حاجه كلكعه تاني، ما بقولش 100%، بقول احنا في الطب نقول ايه likely less likely most probable it is uncommon common. كل حته لها درجه نسبه مئويه يعني واخد بالك. likely يعني وارده واخد بال حضرتك. تمام. فانا بقول انها likely يعني غير وارده not likely to be انها تمام. تكون سرطانيه. يبقى هي غير وارده انها تكون سرطانيه، بس قلت غير وارده ما قلتش مش هتبقى. كل كلمه لها معنى. تمام. ماشي. احنا طبعا بنقول للسادة المشاهدين ان الصفحة موجودة دلوقتي على الشاشة، الصفحة الخاصة بالدكتور محمد سعد حامد، وده يا ريت تكونوا تملي منتظرنا يوم الاثنين من الساعة 9 للساعة 10 مساء. بس هم تقريبا التكنولوجي او التكنولوجيا مش عارفين ده اسهل من هنا يعني. ما بالنسبة للمشاهد بالنسبة للمشاهد يعني احنا هنا دلوقتي هيصوتوا علينا ويقطعوا علينا الهواء والنور والكلام ده. ده مين؟ الكنترول. لا 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 ما فيش حد بيقدر. معلش احنا دلوقتي قدامنا حوالي مثلا 10 دقايق. انا مش هامن على الكرسي عامة. ما يعمل الصوت هيقطع. اتفضل. طيب معانا الاستاذ محمد. السلام عليكم. استاذ محمد معانا؟ الو. ايوه السلام عليكم استاذ محمد. استاذ عبد الرحمن مش استاذ. طيب ناخد الاستاذ عبد الرحمن اللي بعده. الاستاذ عبد الرحمن من الشرقية. السلام عليكم. اتفضل يا فندم. اتفضل. دكتور انا عملت التحاليل اللي حضرتك طلبتها مني قبل كده. فكرني بقى لان انا ناسي. احكي لي الحاله. حضرتك يعني من 20 يوم كده حضرتك مدرس انا وكلمت حضرتك على الهواء دايما. اتفضل. فكرني بالحاله. السكر الصايم بتاعي كان طلع اللي هو اللي حاليا 102 صايم. انا طلبت منك تحليل صايم. ماشي. وتحليل فاطر برضو. كام؟ طلع 202. انت سيادتك كنت قلت لي ان انت عملت تحليل عشوائي حاجه زي كده. لا انا حضرتك انا قلت لك ان انا عندي الم في الجهه اليمين
وحضرتك قلت لي اعمل تحليل، اعمل اشعه سينار الجنب اليمين في البطن. وقلت لك اعمل تحليل عشان المراره. حضرتك قلت لي عشان اشوف موضوع المراره في حصوات ولا مفيش حصوات. طيب عملت السينار وحضرتك طلعت المراره ما فيهاش حاجه طبعا. طب كويس. لكن في يعني التشخيص مكتوب فيه مايلد فاتي ليفر، يعني مصر كلها عندها الكلام الفارغ ده، مش مهم. طبعا قلت لازم اقول للدكتور محمد، خاصه انا عندي الام في ظهري كده، في كتافي وفي ذراعاني لورا كده، ما بعرفش احرك ذراعاني لورا. اخر ست شهور خسيت ولا وزنك ثابت؟ انا وزني 70 وثابت. ثابت. 70 ثابت. يعني اخر ست شهور ما تزيدش في ما زدتش في الوزن؟ انا خسيت في الوزن شويه. لا ما تحورنيش، اخر ست شهور خسيت ولا ما خسيتش؟ قال لي شويه مش سامع. اخر ست شهور حضرتك؟ خسيت برضو. انا خلال سنه خسيت، خلال سنه خسيت 10 كيلو. انت عملت رجيم يعني؟ لا هو طبيعي لروحه كده. لوحدك خسيت كده؟ لوحدي انا خسيت كده. طيب دلوقتي اللي بيخسس في بعض امراض معروفه عندنا. طب اتفضل اقفل وهقول لك تعمل ايه. حاضر. شكرا استاذ عبد الرحمن. هو شكرا. دلوقتي واحد خس 10 كيلو في سنه من غير ما يعمل رجيم او يعمل مجهود او كده، وعلى نفس النمط الاكل الغذائي زي ما هو، بيبقى عندنا ثلاث حاجات او حاجتين شائعات قوي يعني. واحد طبعا. السكر. اثنين زادت او فرط افراز الغده الدرقيه اللي بيسموه ساعات تسمم الغده الدرقيه. الاثنين دول ممكن يخسسوا البني ادم، بس السكر يخسسه من غير ما ياخد باله. هو السكر السام اللي عنده 100 وحاجه ده كويس قوي، لكن اللي بعد الاكل 200، واحنا الطبيعي بتاعنا لحد 140 200 وحاجه. تمام. فهو عنده سكر، بس السكر ده ما اعتقدش انه يخسس قوي بهذه الدرجه ان يدي 10 كيلو خلال سنه. فلازم في حاجه تانية ممكن لازم ان احنا نفتح عليها قوي. فاحنا هقول له ان هو يعيد لي تاني سكر بعد الاكل بساعتين، مش في المعمل، في البيت، لان هو ممكن يكون الصايم وبعد الاكل لو راح عمله في المعمل ال100 ودي كانت 140 وال200 دي كانت 270، يعني سكر. طيب. لكن هو راح ومشي، وعمالين نقول للناس احسن حاجه تحللها جوه البيت تحليل سكر، ويبقى جوه البيت وانت نايم على السرير او انت قاعد على الكنبه ومدلدل رجليك عشان يبقى نتيجه حقيقيه. طيب افرض رفع رجليه، لو هو نايم ورافع رجليه السكر يتظبط. لا ولا يجرى حاجه يعني. طيب. فاذا يكون قاعد في البيت بياخد العينه بالجهاز التافه السفيه ده اللي هو الشريط بتاعه ب 2 جنيه يعني هيتكلف 5 جنيه ويحلل سكر ويعرف عنده سكر ولا لا. هيعيد التحاليل دي في البيت لو كان عملها في المعمل. لو عملها في المعمل في البيت برضو هيروح واخد مثلا حضرتك 100 جرام يروح سكر بتاع البيت ويدوبهم على الريق يعني الصبح في كوبايتين زي دول كبار كده ويشربهم. طبعا. وبعد ساعتين ياخد عينه ويبلغني بيها، لان هنا احنا داخلين. استنى يا اسامه بالراحه عليك. لا 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 براحتك. احنا داخلين براحتك. في معترك يعني هشخص سكر ولا مش هشخص سكر؟ باللي هو قاله ده 50% عنده سكر، واخد بالك، ويزيد ان هو خس. هل كل مريض سكر يخس؟ مش لازم. ولكن لما يتقال ان في خساسان غير مبرر وانا ما اعرفش مصدره ايه، يبقى لازم احط في دماغي احتمالات تانية اللي هو السكر نمره واحد. رغم ان التحليل طلع يعني على الحركرك شويه. تمام. ناخد اتصال من اسكندريه. اتفضل. مدام سيده سلام عليكم. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي يا مدام سيده، الدكتور معاكي. ايوه يا دكتور. اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا دكتور، انا عندي السكر من 12 سنة. عظيم. السكر دلوقتي 128. الصايم. وصايم. والتراكمي 8. جميل. مش جميل طبعا. ودلوقتي يعني. عندي تعب في الكلى. الوظائف الكلى كرياتينين 106 51. بتقولي الكرياتينين استني بالراحه. ايوه الكرياتينين 1.56 والطبيعي عندك 1.5. وعندي استني بالراحه 69. هو ايه اللي بيجرى؟ مدام سيده ايوه لو سمحتي بس ممكن تركزي مع الدكتور عشان الدكتور بيسالك اسئله مهمه فلازم ترد. أيوة. عليه
عشان أيوة يعرف أيوة. ايه يعني الكرياتينين أيوة. اللي انت بتقولي دلوقتي قلتي قيمته أيوة. قبل كده كنت عملتيه ولا دي اول مره تعمليه؟ لا كنت عاملاه قبل كده. من امتى؟ كنت عاملاه من حوالي 6 شهور. كان كام؟ كان 1.8. طب ما كويس اتحسن هو بقى 1.56. اه امال زعلانه ليه؟ طيب عندي البولينا مش مهم البولينا مش مهم. قولي بس بسرعه شويه. ايوه 69 البولينا مش مهمه. بس كده انا يعني فين السؤال؟ فين السؤال؟ هو السؤال انا التحاليل دي والسكر. حاضر. انت بتاخد علاج ايه للسكر؟ اماريل 3 بس. وزنك قد ايه؟ هي اختفت. طيب مدام سيده معانا؟ ايوه. الوزن كام يا مدام سيده؟ وزنك الوزن 75. اخر 6 شهور وزنك زاد ولا قل؟ لا هو ثابت. طيب انا هجاوبك ان شاء الله. الف سلامه. شكرا شكرا يا مدام سيده. بص يا فندم انت ما خدتش بالك من حاجه بقول لك. انت معاك دلوقتي بص بعد اتفضل كده. مع بعضهم. لا مش مع بعض. انت خدت ايه اللي قالته؟ المفروض يشد انتباهنا. ده انت حضرت حلقه كامله عليه واحنا بنقولها سوا. اللي هي قلت انت تلاقيك كنت بتكتب ولا حاجه يعني بتكتب. هو وصل للكبسوله. عاوز الكبسوله. طيب وصل كبسولة. للكبسوله. طيب. اللي السكر هي الصايم. السكر الصايم بتاعها طبيعي تمام. والتراكمي 8. هو التراكمي فاكره كان كام؟ 5.5. 5.5 ده السليم. السليم 5.5. طب التراكمي هنا يبقى هي زياده بنسبه 50% والسكر الصايم طبيعي. تعلله بايه؟ ان هناك ارتفاعات للسكر موجوده في مواضع اخرى. ممكن يكون ضربه القلم غلط. لا ده شغلانه لسه هنقول فيها. احنا عايزين بقى دلوقتي هي في 7 مواضع بنحلل فيهم السكر. 7 مواضع. وبالقلم اللي في البيت اللي هو اللي بتاع الشكاكه ده كلنا نجيبها. معلش حتى لو هنعمل يوم بعد يوم، في قبل الفطار، في قبل الغداء، في قبل العشاء، في بعد الفطار بساعتين تمام. بعد الغداء بساعتين، بعد العشاء بساعتين، في عند صلاة الفجر. السبعة دول مش هتعملهم في يوم واحد. لو هتعمل كل يوم يبقى تعمل مرة صايم النهاردة، بكرة بعد الفطار بساعتين، بعده قبل الغداء، بعده السبعة. فلو عملت كل يوم هتعملهم في 7 أيام. طب اعمل يوم بيوم يبقى هتعملهم في 14 يوم. هنقدر نكتشف ارتفاعات السكر اللي عندك اللي اعرف اظبط لك بيها السكر ليك ولغيرك. اما نلاقي التراكمي اعلى من الطبيعي، والطبيعي 5.5 5 يعني لحد 6 زي بعضه، ومع ذلك الصايم وبعد الاكل بساعتين اللي بنعمله مره كل 3 شهور طبيعيين، يبقى في خلل عندنا. يا اما التراكمي كان خطا في المعمل وده وارد بنسبه 50% انه كان غلط تمام. يا اما سكر حضرتك بيترتفع وينخفض في اوقات احنا مش عارفينها. يا اما انت تتحكي دي خلاص. لانه بيقول لي الوقت الضايع خلص. طب خلاص ندوب ضربات جزاء. الكارت الاحمر. استأذن. الف اتفضل. اعزائي المشاهدين وكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه من برنامج كونسلت لميديسي. نشكركم لحسن الاستماع والمتابعه والمشاهده، ونشكر السيد الدكتور محمد سعد حامد استاذ السكر والغده الصماء كليه الطب جامعه شمس. والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.